السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تالتة ثانوي. معكم مش محمد شعبان وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع مش محمد شعبان. لو أنت مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها تالتة ثانوي، خش وشوف أي فيديو أنت عايزه. الفيديوهات محطوطة بالترتيب وبالتسلسل ورا بعضها. إن شاء الله النهاردة يا شباب ميعادنا مع حل 2 امتحان على الدرس الثاني من الوحدة الثانية. وقبل ما نخش على حل الامتحانين هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والامتحان الاولاني يا شباب اول حاجه فيه طبعا بتبقى الوثيقه. الوثيقه اللي قدامي كده من شكلها يا شباب عباره عن ايميل. الايميل مبعوث من زيدان الى زهران. الموضوع بتاع الايميل ايه؟ مون امبلواري تومب، يعني جدول مواعيدي. بيقول ايه زيدان اللي بيتكلم؟ بيقول جو تكري، انا اكتب لك بور لكي تو ديكرير، اوصف لك ما جورني، يومي ابريل كل بعد المدرسه. دابور اولا جبرو مون جوتي، انا بتناول وجبه التصبيره بتاعتي مون جوتي. سوفون دي تارتين او ان فروي، غالبا بتكون شرائح من الخبز اللي بالزبده او ان فروي فكهايه، واحد فكهه. بوي ثم جو في مي ديفوار، انا بعمل واجباتي. كوم جو نسوي با، كما اني لا اكون. فور قوي اون مات، في الرياضيات. جو دوا باسي بوكو دي تومب، انا يجب ان اقضي وقت كبير او وقتا كثيرا من الوقت. افير مي ديفوار دي مات، في عمل واجباتي بتاعت ماده الرياضيات. فير فانتير، حوالي الساعه 20. مومبير رونتر على ميزون، أبي يعود إلى المنزل. أي تطلع في مي وكل العائلة. دين تتعشى أنسومبل سويا. أبري سي جيلو تومب، وبعد كده لو أنا عندي وقت جو ريجارد لا تيفي، بشوف التلفزيون بتفرج عليه. سورتون خاصة لفيلم أمريكا، الأفلام الأمريكية. أنفا في النهاية فير فانتير دو زير، يعني حوالي الساعة 22. جو ميكوش، انا بنام. كار جو دوا مي لافي، كار جو دوا مي ليفي ا سيزير، لان انا يجب ان انا استيقظ الساعه 6 لي جور دي كلاس، ايام الدراسه. سيدير، هذا شيء قاسي. اي توا، وانت. كيسكو، ماذا. تو في، انت تفعل. ابريل كول، بعد المدرسه. راكونت موا، احكي لي. جاتون تا ريبونس، انا انتظر اجابتك. اول سؤال في الوثيقه يا شباب بيقول ايه؟ اول سؤال بيقول زيدان نيمبا، زيدان مش بيحب ايه يا شباب؟ فرنساوي، انجليزي، رياضه، علوم. الرياضه. زيدان برون لو ديني، يتناول العشاء. افيك سا فامي. زيدان دو سي لافي، زيدان يجب ان يستيقظ الساعه كام يا شباب؟ الساعه 6. زيدان ريجارد لي فيلم، بيتفرج على الافلام فين؟ على ميزو، في البيت. طيب زيدان برون او بوكو دي توم، يعني زيدان بياخد كثيرا من الوقت. كومبروندر لمات، في فهم الرياضيات. زيدان ديموند اسونامي، زيدان بيطلب من صديقه ايه؟ ان هو يحكي يومه. راكونتي سا جورني. الوثيقه الثانيه يا شباب لي فرونسي ام انفيتي دي زامي، الفرنسيين يحبون ان يدعوا اصدقاء. ديجيني لو ديمونش، على الغداء يوم الحد. ميدي ظهرا. او اديني الى العشاء لو سام دي سوار، العشاء بيبقى السبت مساء. يعني الفرنسيين بيحبوا انهم يدعوا اصدقائهم يا اما يوم الحد على الغداء او يوم السبت على العشاء. جنرال مو، عامه. اون كومونس بار بروندر لابيريتيف، يعني عامه نحن نبدا بتناول فواتح الشهيه. ديجيس او دي بواسو غازيز افيك دي بوتيف وور، يعني بناخد عصير مع المشروبات، مع بناخد عصير او مشروب غذائي، مشروب غازي مع البوتيفور. بوي ثم امبرو ان اونتري، نحن نتناول مدخل الاكل او تقديمة الاكل. دي لا سوب او دي فروي دي لا مير، يعني يا اما شوربه يا اما فواكه البحر. اون سويت ثم لو بلا برينسيبال، الطبق الرئيسي. اون مونج دي بواسو او دو لا فيوند افيك دي ليجيم،
نحن بنتناول سمك أو لحمة مع الخضار أو الرز أو المكرون. أبريلو بلا برينسيبال بعد الطبق الرئيسي. اون مونج دي لا سالاد بناكل سلطة. بوي دي فروماج افيك دي با ثم جبنة بعيش. انفا في النهاية اون فيني بار ان ديسير نحن ننهي بار ان ديسير بحلوى. دي لا تارت دو جاتو يعني اما تورتة يا اما جاتو يا اما ايس كريم. اي اون بوا دو كافي وبنشرب بعد كده قهوة. تعال نشوف الاسئلة. اول سؤال بيقول ايه يا شباب؟ لفرنسي برين دي لا تارت كوم الفرنسيين يتناولون تورتة كايه؟ كحلوى ديسير. لفرنسي مونج دي لا سالاد بياكلوا سلطة بعد الطبق الرئيسي يبقى ابري. لفرنسي ايم انفيتي لي رامي اديني الفرنسيين بيحبوا انهم يدعوا اصدقائهم الى العشاء يوم ايه يا شباب؟ يوم السبت. لفرنسي ايم بروندر ليجيس افيك الفرنسيين بيحبوا انهم يتناولوا العصير مع ايه؟ كابيريتيف اللي هو فاتح الشهيه مع البوتي فور. الفرنسي كومونس ليردني بار بروندر بيبداوا ان هم ياخدوا ايه في العشاء؟ بيبداوا العشاء بايه؟ ان هم يتناولوا ايه؟ مشروبات غازيه. رقم 12 كوم اونتري لفرنسي بوف بروندر الفرنسيين يستطيعون ان يتناولوا ايه يا شباب؟ دي فروي دي لامير فواكه البحر. تعال نشوف بقى سؤال الموقف. اول سؤال في الموقف بيقول فوسيت او سوبر مارشي اي فوز افي سواف انت موجود في السوبر ماركت وانت عطشان. كيسكو فوتر مير فودي ماذا والدتك تقول لك؟ هتقول لك فا اوريو بواسو يعني روح الى قسم المشروبات. السؤال رقم 14 يا شباب فودو موندي افوترامي انت بتسال صديقك بوركوا لماذا؟ الفا اوريون هو يذهب الى قسم كونفيتير بسكوي شوكولا يعني مربات وبسكوتات وشوكولاتات. كيسكي الفودي ماذا هو يقول لك؟ لكي اشتري زجاجة مية ولا اشتري ايس كريم بالفراولة ولا اشتري كرواسو بالشوكولاتة ولا اشتري شيء لأكله؟ هتبقى جو شيرش كيلكيشوز ا مونجي انا ابحث عن شيء لأكله. طيب حد ممكن يقول هختار رقم دي اللي هي لكي اشتري كرواسو بالشوكولاتة. الكرواسو بالشوكولاتة ده الكرواسو عامة بيبقى موجود في قسم اللي هو اللي اسمه بان اللي هو خبز. الكرواسو موجود في القسم ده مش موجود في القسم اللي هو بتاع البسكويت والمربى والشوكولاتة. ده حاجة وده حاجة. 15 فوتريمير فودي موند والدتك بتسألك داشتي دي لا كونفيتير او سوبر مارشي بتطلب منك ان انت تشتري مربى من السوبر ماركت. كيسكو فوديت ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ هتقول داكور جو في ابورتي ان بوات انا سوف احضر علبة. موافق انا سوف احضر علبة. طب تعال نشوف معاني التنهين. هنا المربى تكون احد المنتجات السكرية وهنا لا يوجد مربى في التلاجة وهنا هو يحب كثيرا المربى. رقم 16 فوترامي فوديموند صديقك بيسألك سوكو فوزا جيتي اوريو فيوند ماذا انت تشتري من قسم اللحوم؟ كيسكو فوديت ماذا انت تقول؟ قسم اللحوم هنشتري منه ايه يا شباب؟ هنشتري منه فراخ وسوسيسو. 17 فود موندي ان كوبا انت بتسأل صديق سوكي لاشيت على بولانجيري ماذا هو يشتري من المخبز؟ كيسكيل دي ماذا هو يقول؟ المخبز بنشتري منه باجيت جاشيت دي باجيت انا اشتري عيش فرنسي او خبز فرنسي. طب تعال نشوف المعاني التانية. النيبال وان دي سي هو لا يكون او هي لا تكون بعيدة عن هنا. يوجد مخبز في وسط المدينة العمل في المخبز يكون صعب او شاق طبعا هتبقى دي بي. رقم 18 فود موندي ان كوبا سوكيل مونج او جوتي انت بتسأل صديق ماذا هو يأكل في وجبة التصبيرة؟ كيسكيل دي ماذا هو يقول؟ جبران دي بسكوي انا اتناول بسكويت. طيب حد هيقول جي مونج دي فروماج اي دي با هاكل عيش وجبنه. لا دي بتبقى في الفطار وهنا التصبيره بتكون وجبه خفيفه وهنا اتناول التصبيره الساعه 17 يبقى هي رقم سي. 19 فودرامي فودموند صديقك بيسالك دون كيل ريو اون تروف لي سوسيسو في اي قسم نجد السجق؟ السجق موجود في قسم منتجات اللحوم اوريو فيوند.
فوكس بليكي افوتروكوبا، انت بتشرح لصديقك كومونتا لي او سوبر مارشي كيفية الذهاب الى السوبر ماركت، هتقول له ايه؟ ترافيرس سيت بلس، اعبر هذا الميدان بوي ثم تورن ادرو وتحود على اليمين. طبعا دي اللي هتبقى الاجابه الصحيحه، نشوف الباقي. اون فاو سوبر مارشي لو فوندردي، احنا بنروح السوبر ماركت يوم الجمعه، واحنا بنروح السوبر ماركت لكي نشتري احتياجاتنا الغذائيه، وهنا خذ عربة التسوق لكي تضع فيها المشتريات. طبعا هي رقم ايه؟ 21 يا شباب. جوفو ان كرواسو، انا اريد كعكة بالزبدة. كلمة بير مفرد مذكر فهتاخد او. رقم 22 تومونج او دي جيني، انت تأكل في الغداء، هنقول له ماذا انت تأكل؟ يبقى كو. كو يعني ماذا؟ طب كوا يعني ايه؟ ماذا برضو؟ طب ما خدتهاش ليه يا ميسيو؟ عشان كوا بتيجي في نص الجملة او في الاخر، انما كو بتيجي في الاول بس. طب كي معناها ايه؟ معناها من. طب كل معناها ما او اي، ومش بيجي بعدها ضمير شخصي. تومونج نوت سومو، سومو اللي هو السلمون، تومونج دي او عشان مفرد مذكر. ميزامي جو نوت جو فيديو، او جو فيديو فيرب جوي مع العاب الفيديو اللي هي البلاي ستيشن، هياخد ا او اكس. مون فرير اخي سون كونجي افيك سيزامي، عايزين نقول ايه؟ سون كونجي اللي هو يوم العطله بتاعه، اخي يقضي يوم العطله مع اصدقائه، هيبقى بس. بس لما بيجي بعد مده زمنيه معناها يقضي. اون اشيت ان بودي بردوي، بردوي كلمه جمع مذكر فتاخد سيرجيلي. لوزونفو اي نوات لي بومبو، الاطفال يحبون كثيرا البونبوني، هتبقى بوكو. طب تري ما جاتش ليه؟ عشان تري اصلا بيجي بعدها صفة. طب وتوت ما جاتش ليه؟ عشان بونبون جمع مذكر وتوت دي جمع مؤنث. طب بادي تو ما جاتش ليه؟ عشان الجملة دي مثبتة مش منفية، ديت بتيجي مع النفي. طب جونيم با لي بواسون، انا لو احب المشروبات غازيز، كلمة بواسون جمع مؤنث فهتاخد صفة جمع مؤنث. نوت لجيم بريفير تو، لجيم جمع مذكر فتاخد كل، اي خضروات تفضل انت. لا فيوند اللحمه، سي نوات بلا بريفيري، تكون طبقي المفضل. طبعا هنا هاخد صفه ملكيه على اساس كلمه طبق، مش هاخد على اساس كلمه لحمه. طبقي يبقى انا هاخد هنا على اساس ده، ده مفرد مذكر فيبقى مون. كيسكو فو بريني نوات جوتي او جوتي، في التصبيره. سافو نوات سافو دي دي، لان صا ده بيساوي ال، وما يكون عندي ضميرين ورا بعض بصرف الفعل اللي هيجي هنا حسب الضمير الاولاني، فده بيساوي ال، فال دي اخرها تي يبقى سافو دي اخرها تي برضو. مونا مونج دي بولي، مونا بتاكل فراخ. وي ايوه ال نوت مونج، هي بتاكل منها، عايز اعوض على الكل، اعوض بضمير عن كلمه بولي. هتلاقي ان كلمه بولي مع فيرب مونجي بتاخد اداه تجزئه دي يو، فبالتالي المفعول اللي هيسبق بعد التجزئة بنعوض عنه بالضمير اون. الامتحان التاني يا شباب، واول حاجة الوثيقة بون سونتي يعني صحة جيدة. بورين بون اليمنتاسيو للتغذية الجيدة او للطعام الجيد. سي تري امبورتون دي مونجي دي ليجيم، انه من المهم لاكل خضروات في كل وجبة. اي دي لافيوند او دي بواسون ان فوا بار جور، واكل لحوم او اسماك مرة في اليوم. التنسيو انتبه، والندوا با لا يجب مونجي اونتر لي ريبا، الاكل بين الوجبات. مونجي اه ديزير ريجليير يعني الاكل في ساعات منتظمة. افير تروا ريبا بار جور، وان انت تاخد ثلاث وجبات في اليوم. سيتو سي تري امبورتون بورتا سونتي، هذا ايضا مهم جدا لصحتك. بار اكزامبل على سبيل المثال، تبو بروندر لو بوتي دي جيني ا ستير ترونت، انت تستطيع ان تتناول الفطار في الساعة السابعة ونصف. لو دي جيني ا الغداء في الساعة دوزير اي كانز يعني الساعة 12 وربع. اي لو دي جيني ا دي ستير ترونت الساعة 7 ونص مساء. دالا ماتيني في دالا ماتيني في الصباح، ا ديزير في الساعة 10. تو بو مونجي ان فروي ان مورسو دي با، انت ممكن تاكل فاكهاية وقطع من الخبز. لابريمي دي بعد الظهر، تو بو بروندر ان جوتي، ممكن ان تتناول تصبيرة ان يقور افيك ان جيس دي فروي، فاكهاية مع عصير زبدية مع عصير فواكه. اول سؤال بيقول يا شباب،
الفوبروندر دي بروتين انفوا، يجب ان تتناول بروتين مره في اليوم. طبعا هو فوق في الوثيقه ما قاليش كلمه بروتين خالص، بس هو قال لي اسماك ولحوم، وطبعا البروتين بيبقى موجود في الاسماك واللحوم، وهو قال لي مره في اليوم. امبرولو جوتي، نحن نتناول الجوتي امتى؟ لابريميدي. سيبيان دي مونجي اشاكريبا ديليجيم، يعني سيبيان دي مونجي من الافضل او من الجيد ان احنا نتناول في كل وجبه خضروات. دابري ستيكومو، طبقا لهذه الوثيقه اون بو فير ترواري بابر جور، نحن نستطيع ان نتناول 3 وجبات في اليوم. اون بو مونجي نوات بور جوتي، نحن نستطيع ان ناكل ايه في التصبيره؟ ان فروي فاكهه. بوريتر اون بون سانتي، لكي تكون في صحه جيده. اون دوا، نحن يجب مونجي ا ديزير بريسيز، محدده ان نتناول ان ناكل في ساعات محدده. الوثيقه الثانيه يا شباب بتقول كيس كون مونج دان لو موند، ماذا نحن ناكل في العالم؟ لو فوتوغراف المصور بيتر بلاتيل، ده اسم شخص مصور، نو مونتر يبين لنا ليزابيتيد المونتير، العادات الغذائيه دي دو فامي دون دو بي ديفيرون، لعائلتين في بلدين مختلفين، اون فرانس اي اون شين، في فرنسا وفي الصين. وفي الصين اول حاجة عندي بيقارن فيها هي نومبر دي ريبا برجور، يعني عدد وجبات اليوم، وهنا لا فامي فرانسيز ولا فامي شينواز، تمام، هنا 3 وجبات وهنا 3 وجبات. بودجي بورين سومين، يعني الميزانية لاسبوع، انفيرون حوالي 300 يورو، يعني 300 يورو، وهنا 150 يورو. كونسوماسيون برينسيبال، يعني الاستهلاك الرئيسي، خبز ومكرونة وفاكهة وخضروات طازجة ومية وزبادي، وهنا في الصين بياكلوا لحوم وبيض ومية ورز وفواكه وخضروات طازجة. تمام، تعال بقى نشوف الأسئلة. أول سؤال بيقول يا شباب، أول سؤال بيقول سودكم مو بارلي ديزابيتيت المونتير دان لو موند مونتير، هذه الوثيقة بتتكلم عن العادات الغذائية في جميع أنحاء العالم. طبعا غلط، بلدين بس. اللي دو فامي برين ترواري بابر جور، العائلتين يتناولون 3 وجبات في اليوم، فري اون فرانس، في فرنسا. لي ترواري باكوت، الثلاث وجبات تتكلف شير كون شين، تتكلف اكثر من الصين، طبعا فري. بيتر بلاتيل ايتان بون كويزينيه، بيتر بلاتيل ده يكون طباخ جيد، طبعا فو هو مصور. لا فامي فرانسيز مونج دي ياور، العائله الفرنسيه بتاكل زبادي، فري. لوري الرز ايتانا لي مو برينسيبال شي لا فامي فرانسيز، وجبة اساسية بالنسبة للعائلة الفرنسية، فو. تعال نشوف بقى المواقف. اول موقف عندي يا شباب بيقول ايه، تو دو موند عن كوبا سوكيل برون او بوتي دي جيني، انت بتسأل صديقك ماذا هو يتناول في الفطار؟ ال دي الفطار هياكل فيه كرواسون. تو دو موند عن امي سون بلا بريفري، انت بتسأل صديقك عن طبقه المفضل، هو هيقول هياكل ايه؟ سي لو بواسون، انه السمك. رقم 15 يا شباب، تو دوموند ان كوبا لي ماتير جراس، انت بتسال صديقك عن المواد الدهنيه كيل ايم التي هو يحبها، ال دي هو هيقول جادور لو بير، انا بحب الزبده. تو انفيت تو نامي، انت بتدعو صديقك ابروندر لو ديجيني، لتناول الغداء دان تاميزو، في بيتك. تو دي انت هتقول، انت اللي هتدعي وانت اللي هتقول، هتقول له ايه؟ ساتو دي دو بروندر لو ديجيني شي موا، ايه رايك في تناول الغداء عندي شي موا، يعني في بيتي. على باتيسيري، في محل الحلواني، تو فول دي لاغلاس، انت عايز ايس كريم، لو فوندير تو دي، البائع يقول لك، كيل بارفام فوليفو، اي طعم تريد حضرتك. تو نامي تو دو موند، صديقك بيسالك تون بارفان بريفيري، يعني الطعم المفضل بتاعك. تو دي انت هتقول جادور لا غلاس على فانيل، انا بحب الايس كريم بالفانيليا. تون امي تو دوموند، صديقك بيسالك لو ميل، العسل سيكوا، يكون ماذا؟ تو دي انت هتقول سيتان بردوي سكري، انه منتج سكري. رقم 20، تون امي فو كوتي تا غلاس، يعني صديقك يريد ان يذوق، يعني يدوق، يعني تا غلاس الايس كريم بتاعتك. تو دي انت هتقول له، واحد صاحبك عايز يدوق الجيلاتيه بتاعتك، هتقول له ايه؟ العب بعيد يا حبيبي. طبعا هتقول له ايه؟ طب من الاختيارات هنا هنقول له ايه؟ داكور ماشي، مي ليس موا، لكن اترك لي
جوتي وسي تاجلاس. اه يعني انا موافق، بس سيبنا ذوق جلطه بتاعتك برضو. يا سلام. طيب اون فون دي جلاس ارتيزينال، نحن نبيع ايس كريم رائع طبعا، لا والجلطات تتكلف 5 جنيه طبعا، لا تبقى رقم بي. رقم 21 تو دوموندا ان كوبين، انت بتسالي صديقتك ان ريسيت دي كويزين، وصفه طبخ. ريسيت دي كويزين يعني وصفه طبخ. تو دي انت هتقولي كومون فير سوبلا، كيفيه عمل هذا الطبق. تونامي مونج بكو، صديقك بياكل كتير. تو دي انت هتقول الي جورمو، انه اكول او شره اكل. رقم 23 تو دوموندا تونامي سي جو اليمنتير، يعني انت بتسأل صديقك عن ميوله الغذائية. تو دي انت هتقول له ايه؟ انت تسأل، انت تقول، هتقول له كيل بلا بريفيري تو، اي طبق تفضل انت، لكن مش هقول له كم عدد الوجبات اللي انت بتناولها في اليوم. تمام. السؤال اللي بعد كده سؤال الجرامير، اول حاجه فيه بيقول تو اشيت نوت على بوشيري، انت تشتري في محل الجزاره. هنقول له انت تشتري اين؟ لا انت تشتري من؟ لا انت تشتري ماذا؟ نوت بوم اي ديليسيوز. بوم كلمه بوم يعني تفاحه، وهي كلمه مفرد مؤنث تاخد ست. رقم 26 يا شباب، نو فولون، نحن نريد دو رازان، عنب. نحن نريد ايه؟ ان ناكل عنب. طب هنا فعل متصرف، طالما هيجي فعل بعد فعل متصرف لازم يكون في المصدر، يبقى هنا هنقول ايه؟ مونجي. لي زونفون ايم لولي، الاطفال يحبون اللبن. وي ايوه، النوت بوا بوكو، هم بيشربوا منه كتير. طبعا هنا فيرب بوار مع الكلمة اللي أنا عايز أعوض عنها اللي كلمة إيه؟ ليه؟ كلمة ليه يعني لبن، لو جاية مع فيرب بوار هتاخد أداة تجزئة، تمام؟ هيبقى ناخد الضمير أون على طول. أون الضمير أون بيحل محل كلمة كانت مسبوقة بأداة تجزئة. اليات دي تومات، يوجد طماطم دون لو فريجو في الثلاجة. جو ني بو با تي، أنا لا أشرب شاي. طبعا هنا فيرب بوار ومعاه نفي، يبقى هياخد دي او مع تي. تو نوت بيان مونجي بوريترون بون سانتين، انت تو هيبقى تو دوا، فيرب ديفوار مع تو يبقى اخره اس. لا جلاس اي، الايس كريمه تكون، عايزين هنا كلمه مفرد مؤنث، عايزين صفه مفرد مؤنث فتبقى ديليسييز، لذيذه. فو نوت فا، انت تكون جعان. طبعا هنا فام ده بياخد مصطلح افوار فا، وهصرف افوار مع الفو هيبقى فوزا في فام، يعني انت جعان. تو فو كيلك شوز ا، انت تريد ان تاكل، انت تريد شيء ما. ا طبعا هنا حرف جر، يجي بعده الفعل في المصدر يبقى ابوار. لا سوس ما مير نو اتمي سور لي بات، السوس صلصه الطماطم امي تضع منه على المكرونه. طبعا هنا متر مع المأكولات والمشروبات ياخد أداة تجزئة، تمام؟ إيه يبقى نعوض عنه بالضمير أون. بكده الحمد لله يا شباب بنكون خلصنا حل الاثنين الامتحان، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم، ولا استفدتم لا تبخلوا أن تضعوا لايك للفيديو وتشير لكل أصحابكم عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأذكركم بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي رعاية الله.